الجهاد ده اهم حاجه. كنا في المدرسه في غزه، كنا كل يوم نغني غنوه او نقول شعر عن ازاي نموت نفسنا او يعني نعمل جهاد ونموت في الشهاده. فكنت بقول الشعر ده كل يوم، وكان دايما تعليم يعني عن حب الجهاد وحب المقاومة وحب ان احنا نموت. انا اتولدت في يعني اتربيت في فترة جمال عبد الناصر، وكان كل الراديو على طول نسمع اغاني يا مجاهد في سبيل الله، حب القتال، وكانت مصر كل خيرها رايح على انه يستعدوا للقتال. ففي اوامر جامده كتير جدا في القران وفي الاحاديث كلها، او تؤمر كل المسلمين بالقتال، صح، ومش بس بقتال في الحروب بس، اقتل اقتل يعني اقتل اي حد مش مسلم. يعني المسلم واجب عليه انه يقتل اليهود حتى ولو حتى لو ما كانوش محاربين مثلا. لانك الاوامر دي حصلت سنة في العصر في السابع 7th century، يعني في القرن السابع ما كانش ساعتها في اسرائيل ولا فلسطين ولا حاجات من دي. طيب ليه احنا امورنا بان احنا ما نبقاش عندنا اي رحمه ولا اي حب لاي حد ما مش مسلم؟ فدي حاجه خلتني احس ان انا يعني كنت فاكره انها حاجه كويسه. انا كنت فاكره حب القتال ده والشهاده دي حاجه حلوه قوي، تقديس العنف وتقديس القتل وتقديس اديه اهداف مقدسه لاهداف مقدسه، يعني خلوا العنف، وان احنا مش عايزين اجانب، عايزين نموتهم نطردهم من البلد. ده خلتني احس ان ده حاجه طبيعيه، لكن في الحقيقه طب العالم كله عايش وعندهم اجانب ما بيعملوش كده ليه؟ صح. فحسيت ان عندنا احنا العرب الناحيه دي مهمه قوي، ان القتال حاجه إيه تانية. تانية حاجه تانية غير القتال، في الجوامع بيدعوا على الناس، يعني في اخر الخطبه لازم يقولوا ويلعنوا اولادهم واولادهم وربنا اطفالهم، ربنا يكتمهم، ربنا يلعن امريكا ويلعن انجلترا ويلعن الكفار يعني الواحد بيخش الجامع علشان يسمع كلام يهديه ولا عشان يسمع كلام يجننه ويخليه متضايق؟ فأنا وأنا صغيرة كمان كان في واحدة صاحبتي مسيحية قبطية، وكانت ساكنة جنب الجامع، ومرة كنت بذاكر معاها وسمعنا الخطبة آخرها يا رب يلعن الكفار والمشركين واللي مش مسلمين واليهود ويلعنهم والنصارى، وكانت قاعدة والنصارى وقاعدة جنبي سامعة كل كلمة مسيحية. طب لقيت حقيقي، يعني انا كنت زمان اسمع الحاجات دي كلها وافتكر ان هي عادي عادي، بالعكس ده لا ده وحلوه. كنا بنفتكر ان احنا لما ندعي على الناس اللي مش مسلمين دي حاجه كويسه، حاجه الهيه، ربنا بيرضى عليه بيرضى عني بيستجيب. لكن لما لقيت وشها اتقلب خوف، حسيت بخوف في وشها، بس ما قالتليش كلمة، ما قالتليش حاجة. طبعا ما تقدرش. فبقيت أحس إن في حاجة غلط في الدين بتاعي. ليه بيعلموا الكره والأذى